السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي ومشتركي قناة زراعة الخضروات المنزلية في حلقة جديدة حنحكي فيها عن موضوع صعب شوي ولكن مهم جدا جدا. حلقة اليوم عن أسباب موت النباتات المنزلية بشكل عام والخضروات بشكل خاص، والأخطاء الشائعة التي تتسبب في موت النباتات، وأسباب فشل الزراعة من البذور في المنزل. حقيقة الأسباب كثيرة وعديدة، ويعود معظمها إلى الممارسات الخاطئة في التعامل مع النباتات وقلة معرفة في فهم مزاجية كل نبات. مدة الحلقة ممكن تكون أطول من الحلقات السابقة نظرا لحجم وأهمية وتشعب موضوعنا اليوم، وأيضا سنضع الحلول المناسبة لكل مشكلة والتدابير اللازمة للمحافظة على حياة نباتاتنا. بدكم تتحملوني، ما في حل آخر. معكم حسن صفوان من قناة زراعة الخضروات المنزلية على بركة الله. بالبداية خلينا نتفق، النباتات كائنات حية مثل الإنسان تماما. كل نبات له طبع ومزاج وأسلوب حياة يختلف فيهم عن نبات آخر. فينا نعتبر الإنسان والنبات طرفين في علاقة ودية ومعاملات اقتصادية بيناتهم، بتعطي المياه والسماد والضوء وأشعة الشمس، بيعطيك الأوراق والثمار والرائحة الذكية والمنظر الجميل. وممكن خطأ بسيط في تطبيق إحدى المعاملات قد يؤدي إلى موت النبات. حنبدأ بأكبر سبب وهو مياه الري. كل نبات له احتياجات وكمية محددة من المياه، فزيادة مياه الري أو نقصانها بالحالتين يحدث ذبول وتساقط أوراق النبات وموته فيما بعد. طيب سؤال، كيف بقدر ميز الزيادة من النقصان؟ لأنه بالحالتين في تساقط للأوراق. في حالة زيادة مياه الري بيصير في اصفرار للأوراق ويتحول لونها من الأخضر الغامق أو الداكن إلى الأخضر المصفر. كمان يظهر على سطح التربة أعشاب خضراء صغيرة ناتجة عن نمو الطحالب. أما في حالة نقصان مياه الري بيصير في بقع بنية على الأوراق، والحل هو معرفة حاجة كل نبات إلى المياه. وهناك أسباب أخرى تتعلق بالري تؤدي إلى موت النباتات المنزلية. الري تحت أشعة الشمس الحارقة مؤذي جدا للنبات. حتى الإنسان بنسمع أوقات فلان يا حرام أكل ضربة شمس أو ضربته الشمس براسه. فالوقت المناسب لري المزروعات في الصباح الباكر أو عند غروب الشمس، وبالإمكان نروي الصبح وعند الغروب بتقسيم كمية المياه إلى دفعتين أو جرعتين صغار. كذلك الري العشوائي وعدم تنظيم الري. أحيانا الواحد بينسى يسقي أو لأي سبب آخر نظرا لضغوطات الحياة ولقمة الخبز والولاد والبيت، هاد من هون وهاد من هون والتالت من فوق والرابع مدري منين، الله يعين المجوز. المهم بيتذكر باليوم التالي نصي يسقي امبارح، فيعطي النبات كمية مضاعفة من المياه ويعتقد بذلك يعوض المياه التي لم يعطيها بالأمس. إذا نسينا يوم نسقي منا مشكلة، منتابع بشكل عادي ونعطي النبات الكمية ذاتها. أيضا عدم وجود فتحات بأسفل الوعاء أو الإناء المخصص للزراعة لتصريف المياه بشكل جيد يؤدي إلى تعفن الجذور وذبول وتساقط الأوراق وموت النباتات فيما بعد. أيضا من مشكلات الري رش المياه على أوراق النبات تحت أشعة الشمس، فذلك مؤذي جدا للنبات ويعتبر من الأخطاء الشائعة. لبسط الشرح خاصة يلي حابين يعرفوا ليش، بمراكز التجميل والعناية بالبشرة بيعملوا ماسكات للوجه، وصارت الماسكات عفواكي مثل المعسل، في ماسك على تفاح على كيوي على أفوكا. المهم قبل ما يعملوا الماسك بيحموا البشرة حتى تفتح المسام الجلدية وتقدر البشرة
تمتص الكريم أو المسحوق السحري بشكل أسرع تماما. رش الأوراق بالمياه تحت أشعة الشمس يؤدي إلى تحول نقط الماء أشبه إلى عدسات محدبة، مما يسمح دخول كمية كبيرة من الضوء ويؤدي إلى احتراق أوراق النباتات. هيك بيكونوا حكينا عن جميع الأسباب المتعلقة بالري. منوصل لسبب جديد يؤدي إلى موت النباتات المنزلية، الغذاء أو السماد. بالبداية نحن اتفقنا على أنه النباتات كائنات حية، وبالتالي هي بحاجة إلى المياه والغذاء. الغذاء هو السماد. المياه وحدها لا تكفي لحياة النباتات. خبركم خبرية قديمة. كنت صغير بعمر 12-13 سنة، مارق من حد جارتنا كان عندها سطول ورد ونباتات. قلت لها يا حجة شو عم تعملي؟ قالت لي عم قص الزريعة. قلت لها شو ما بدك تطعميهم؟ اطلعت فيي وقالت لي ما كفى عم بسقيهم، كمان بدي طعميهم، وأنا مين بطعميني؟ فاصل ومنكف الحلقة. ماذا يحتوي غذاء النباتات أو السماد؟ كلمتين على الماشي حتى ما نخرج عن موضوع الحلقة. هناك عناصر كبرى وعناصر صغرى. واضح من العنوان أنه العناصر الكبرى هي الأساس، ولا يستطيع أي نبات العيش بدونها، وأهمها النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. ومن العناصر الصغرى الحديد والنحاس والزنك، وهي أيضا مهمة. فعدم التسميد يؤدي إلى موت النباتات، لأنه زراعتنا بالأحواض، أما في حالة الزراعة بأرض مكشوفة، حديقة أو بستان أو سهل، ممكن النبات يمتص العناصر من التربة، خاصة إذا كانت أرض خصبة وغنية بالعناصر. فهناك أمور تتعلق بالسماد يجب الالتزام فيها من أجل الحصول على نباتات قوية ومتعافية، ونتجنب موت النباتات. مواعيد السماد. لازم نعطي السماد بالوقت المحدد، ممكن بعد شهر أو شهرين من الزراعة، فذلك يختلف من نبات إلى آخر. أيضا عدد المرات، في نبات بتسمدوا مرة، وفي نبات مرتين، وممكن ثلاثة وأكثر إلى ما هنالك. مقادير السماد، أيضا نعطي السماد بكميات محددة بتتناسب مع حجم الوعاء. وأرجوكم ما حدا يحكيني بالسماد الكيماوي، لأنه لو بدي حط كيماوي لشو اتعذب وغلب حالي؟ روح اشتري من السوق. ويلي بيحبوا يناقشوا ويجادلوا كتير أنه في مزروعات ضروري نحط لها كيماوي، طيب هيدي فينا نستثنيها من الزراعات المنزلية ونركز على الزراعات الأخرى. التسميد والتربة جافة من الأمور الخاطئة، فقبل أو أثناء التسميد لابد من ري التربة، فالنبات يستطيع عن طريق المياه امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في التربة. التسميد تحت أشعة الشمس المباشرة أيضا من الأمور المضرة بالنباتات، كذلك تسميد النبات المريض. ننتقل إلى سبب آخر يؤدي إلى فشل الزراعة من البذور في المنزل وموت النباتات المنزلية، وهو وضع النبات في بيئة غير مناسبة. يعني تصوروا واحد رايح على عرس بالميو ما بتزبط، فضروري جدا نعرف شو البيئة المناسبة لكل نبات. في نباتات تتحمل درجات حرارة مرتفعة نسبيا ولا تتحمل السقعة أو الصقيع، وفي نباتات العكس تماما. بما أنه نحن على أبواب الشتاء، إن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والعافية وتضلوا بألف خير. عم فكر أعمل حلقة عن الزراعات الشتوية وشو ممكن نزرع في فصل الشتاء. سبب آخر يؤدي إلى موت النباتات المنزلية، الظروف الجوية أو التغير المفاجئ في حالة الطقس، كالرطوبة المرتفعة أو الجفاف أو هبوب الرياح إلى ما هنالك، فتعتبر حالات طارئة. وبالتالي لازم نتعامل مع النباتات بشكل مختلف عن الأيام العادية. على سبيل المثال، في حال كانت نسبة الرطوبة مرتفعة، نسقي بكمية قليلة من المياه،
والعكس تماما حين تكون الرطوبة منخفضة من بحبح الميات، أي نزيد كمية المياه. حين تهب الرياح شو لازم نعمل لنحمي النباتات ونحافظ عليها؟ مباشرة نسقيها بشكل جيد، خاصة إذا عرفنا من الأرصاد الجوية في رياح قوية في اليوم التالي. لما نتحمم بعد الحمام، خاصة يلي شعر طويل، منشغل السشوار حتى ننشف شعرنا. أنا الحمد لله ارتحت من الموضوع كله. الرياح مثل السشوار بتسحب المي من الأوراق، فلازم النبات يعوض نقص المياه من المي الموجودة بالتربة. من أسباب موت النباتات المنزلية أيضا وضع النباتات في الظلام وعدم تعرضها إلى أشعة الشمس بشكل كافي، خاصة الخضار التي تحتاج أغلبها إلى 6 ساعات يوميا. فمعرفة حاجة كل نبات إلى أشعة الشمس أمر ضروري جدا. وهناك أيضا الملوثات كالغازات والدخان والغبار، خاصة في المدن الصناعية، فهي تسد مسامي أوراق النباتات، فيعجز النبات عن التنفس أو النتح فيختنق ويموت. وأخيرا الأمراض، لابد من المراقبة اليومية للنباتات، لأن الاكتشاف المبكر لأي مرض فطري أو حشري يعطينا أمل في معالجة النبات والسيطرة على الوضع والتدخل في الوقت المناسب. لهون نوصل لختام الحلقة. أتمنى تكون حلقة مفيدة للجميع، خفيفة وتقيلة بنفس الوقت. شكرا على المشاهدة، ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتدعموني بلايك وشير. من قناة زراعة الخضروات المنزلية، استودعكم بأمان الله، إلى اللقاء.